إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ودع الفنان صلاح عبد الله صديقه محمود الجندي وعبر عن حزنه الكبير بعد سماعه يوم الخميس 11/4/2019 بخبر وفاته. عرف صلاح عبد الله خبر وفاة الجندي ولم يستطيع النوم، وكتب عبر حسابه على تويتر وودعه قائلا: مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته يا محمود، هنام حزين قوي ده لو عرفت انام يا جندي. يذكر ان الفنان القدير محمود الجندي رحل عن عالمنا في الساعات الاولى من صباح الخميس 11 ابريل اثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 74 عاما. وشيع جثمان الفنان الراحل ظهر يوم الخميس من مسقط رأسه في محافظة البحيرة. كان الجندي يشارك في عدد من الأعمال لم تنتهي بعد، بعضها من المقرر له أن يعرض في رمضان والبعض الآخر يعرض بعد رمضان. كان يشارك في مسلسل حكايتي مع ياسمين صبري وأبو جبل مع مصطفى شعبان وممالك النار، فضلا عن فيلمي براءة يا رايا وسكينة والتيار. ولم يتحدث بعد صناع هذه الأعمال عما إذا كان الجندي انتهى من تصوير دوره أم لا، وماذا سيفعلون إن كان متبقيا له بعض المشاهد لم يصورها. بعد زيارته للعراق مع عدد من الفنانين المصريين، تعرض الفنان محمود الجندي لهجوم شديد من قبل جمهوره بسبب ارتداء ملابس الحشد الشعبي العراقي الذي ينتمي للمذهب الشيعي، مما أثار حفيظة متابعيه الذين اتهموه بدعم الحشد الشعبي الذي يقترف جرائم دموية في العراق، كما اتهموه باعتناق المذهب الشيعي. إلا أن الفنان ظهر بعدها في عدد من البرامج مدافعا عن نفسه ورفض هذه المزاعم. والجدير بالذكر أن صفحات المشاهير تحولت لدفتر عزاء للراحل محمود الجندي، فأعرب العديد من نجوم الفن عن حزنهم الشديد بعد سماع خبر وفاة النجم محمود الجندي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما، مما تحولت صفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للنجم الراحل محمود الجندي. ونشر الفنان أحمد السقا صورة شخصية للنجم الراحل وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي على أنيستا: إلى روحك الطيبة كل السلام. وكتبت النجمة شريهان عبر صفحتها على تويتر: وداعا يا حبيب عروسة البحور، وداعا يا حبيب رزة، وداعا ياه وياه وياه وياه. كما غردت وكتبت: وداعا يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب، موهبة خاصة جدا، وداعا يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعا يا عاشق الفن. ونعى الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان محمود الجندي ونشر صورة للراحل تجمعه بوالده الساحر محمود عبد العزيز، وكتب عبر صفحته على تويتر: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن لله وإن إليه راجعون، الأستاذ محمود الجندي الله يرحمه، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللحج محمود الجندي وكل من رحلوا عنا. وكتب نجم مسرح مصر الفنان حمد المرغني عبر حسابه على أنيستا: البقاء لله، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله، دعواتكم للأستاذ الكبير محمود الجندي رحمه الله. ونشرت الفنانة مي سليم صور للنجم الراحل وعلقت قائلة عبر صفحتها على أنيستا: البقاء لله. كما نعى الفنان ماجد المصري الراحل محمود الجندي وكتب عبر حسابه على انستا: إن لله وإن إليه راجعون، الفنان الكبير محمود الجندي في ذمة الله، الله يرحمك يا أستاذ برجاء الفاتحة. ونعت الفنانة سمية الخشاب
النجم الراحل وكتبت عبر حسابها الشخصي على أنيستا: إن الله وإن إليه راجعون. الفنان محمود الجندي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، آمين. وكتب الفنان عمرو سعد عبر صفحته الشخصية على أنيستا: سلام يا طيب. رحم الله الفنان الكبير محمود الجندي. بينما كتب الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على أنيستا: البقاء والدوام لله، الأستاذ محمود الجندي في ذمة الله. ونعى الفنان أشرف عبد الباقي محمود الجندي وكتب على صفحته على أنيستا: الله يرحمك ويغفر لك يا أستاذ، من أجمل الفنانين اللي اشتغلت معهم على المسرح ومن القليلين اللي يفرحوا بنجاح شاب صغير قدامهم، البقاء لله. وكتب الفنان أحمد حلمي عبر صفحته على أنيستا: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناته، وداعا أستاذ محمود. وكتب الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على أنيستا: الله يرحمك يا راجل يا طيب. بينما كتبت الفنانة دينا عبر صفحتها الشخصية على أنيستا: إن لله وإن إليه راجعون، وداعا محمود الجندي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسعده بجنته. أما الفنانة أيدن عامر فكتبت الفنان الراحل قائلة عبر حسابها على أنيستا: اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، الفنان العظيم محمود الجندي في ذمة الله. وكتب الفنان إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رحل الرجل هو ملخص لكلمة محمود الجندي، رحمة الله على العظيم من تعلمت منه أجيال، ألف رحمة ونور على الغالي. ونشرت الفنانة منى فضالي صورة شخصية للراحل وعلقت عليها من خلال حسابها الرسمي بموقع صور وفيديوهات أنيستا، وداعا فقيد الشاشة الفنان والإنسان الأستاذ محمود الجندي في ذمة الله: إن لله وإن إليه راجعون، هتوحشنا يا أستاذ، ربنا يرحمك برحمته. تزوج الفنان القدير محمود الجندي في بداية حياته من السيدة ضحى حسن التي أنجبت 3 بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، وكان يجمع بينهما وبين زوجته الثانية أم مريم. وقال الجندي: زوجتي الأولى رحمها الله كانت شيء من الزمن الجميل، ولم تكن تعلم بالزواج الثاني حتى أنجبت من زوجتي الثانية مريم، فكان من الضروري أن أبلغ أبنائي بأن لهم شقيق. وأضاف الجندي: كانت زوجتي الأولى ضحى تتحمل الكثير وتقدم تضحيات، ولكن النصيب جعلني أتزوج بعد علاقة إنسانية بفتاة صغيرة في السن، وتعاطفت معها لظروفها، والإنسان بطبعه يحتاج للتغيير لتعديل مسار حياته، فتكاتفت الظروف وحدث الزواج الثاني. وفي عام 2003 تزوج الجندي من الفنانة عبلة كامل، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة هيام، وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل. الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل فنانة كوميدية جميلة من مواليد 17 سبتمبر 1960، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة مسرح الدولة، وتألقت مع الفنان محمد صبحي في مسرحيته الشهيرة وجهة نظر التي تابعها الكثير من الأعمال الفنية التي أبرزت تميزها، وكان المسلسل المصري الشهير لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان نور الشريف هو أولى خطوات مشوارها نحو الشهرة والتألق. ظلت الحياة الشخصية لهذه الفنانة الرائعة غامضة وغير معلنة لجمهورها، حتى أن أغلب متابعيها لا يعرفون شيئا عن زواجها الأول ووالد بناتها، وهو الفنان والممثل والمخرج الكبير أحمد كمال. تزوجت منه في بداية حياتها وأنجبت منه ابنتين، وانفصلت عنه في أوائل عام 2000، وتزوجت بعد ذلك من الفنان القدير محمود الجندي،
وفي عام 2003 تزوج من الفنانة عبلة كامل، وانتهى زواجهما بالانفصال سريعا، ليتزوج بعد ذلك من ابنة الفنان جمال اسماعيل. وقد فاجأت النجمة المصرية المحبوبة عبلة كامل منذ 5 أعوام جمهورها الكبير بخبر زواجها من الفنان المصري القدير محمود الجندي، إلا أن الزواج لم يكتمل لتنتهي العلاقة بالطلاق بهدوء ومن دون أي أسباب من الطرفين، تحت شعار اسمه ونصيب. المعروف عن الفنانة عبلة كامل أنها ارتدت الحجاب عن قناعة، وقد فاجأت به زوجها السابق، مما دفعها ذلك إلى اعتزال الفن لفترة، وذلك لشعورها بتأنيب الضمير بعد أي عمل تظهر فيه متبرجة أو بصورة واضحة، إلا أن زوجها السابق الفنان محمود الجندي كان ضد فكرة اعتزالها الفن، لأنه يعتبر أن الفن ليس حراما، وقد أشار لها أن وجودها في الوسط الفني مهم، كما أنها تستطيع تقديم برامج دينية أو اجتماعية عبر شاشات التلفزيون. وتداول عدد من المواقع الإخبارية صورة للفنانة عبلة كامل وبجوارها فتاة في منتصف العشرينات من عمرها، وأكد البعض أن هذه الصورة تجمع بين عبلة كامل وأحدى بناتها. ولاقت الصورة اهتمام كبير من جمهور عبلة كامل ومن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلا أن الفنانة نادية العراقية كشفت عن حقيقة هذه الصورة وأكدت أن الفتاة التي مع عبلة كامل هي ابنتها ليست ابنة عبلة كامل. وأكدت نادية أنها اصطحبت ابنتها معها أثناء تصوير مشاهد مسلسل سلسال الدم، حيث طلبت منها أن تلتقط صورة تذكارية مع بطلة المسلسل. عبلة كامل لم تمانع بالطبع، إلا أنها فوجئت بعدها بانتشار الصورة على فيسبوك على أنها صورة لعبلة كامل وابنتها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.